إذا كنت تحب أحد ألمع النجوم الذين سوف يتم ذكرهم في الفيديو، فعليك حقا أن تشكر الأسطورة بروسلي. أولا تشاك نوريس، وهو فنان أمريكي متدرب على الفنون القتالية وممثل وشخصية إعلامية بعد أن أنهى عمله في القوات الجوية الأمريكية. بعد أن أخذ تشاك نوريس أول بطولة له، تمت دعوته من قبل بروسلي ليكون له ندا في الفيلم، قائلا له: تشاك، أريدك أن تكون ندا لي في الفيلم القادم. فوافق تشاك نوريس على الدعوة، ولكنه تساءل: لماذا أنا يا بروسلي؟ فأجابه بروسلي: لأنك تحمل الحزام وأود قتل حامل الحزام. فضحك تشاك نوريس، وبعد إتمام فيلم طريق التنين اشتهر تشاك نوريس على الفور بسبب تخطيط بروسلي واحترامه الكبير لخصمه في الفيلم. وأظهر بروسلي جميع إمكانيات تشاك نوريس في الكاراتيه والألعاب القتالية الأخرى. وبفضل بروسلي ما زال تشاك نوريس معروفا بسبب هذا الدور. ثانيا بولو يونغ، تعلم رياضة الكونفو مع رياضة كمال الأجسام، وكان مهملا تماما ولا يعرف عنه أحد. ولكن بعد اختيار بروسلي له في فيلم دخول التنين، والذي يظهر فيه الذراع اليمنى لملك الشر، وسرعان ما انفجرت شهرة بولو يونغ في الوطن العربي والغربي، وسمي بوحش الشرق، ولقب في الصين بهرقل الصين. وتبلغ أفلام بولو يونغ 60 فيلما، لم يشتهر كثيرا إلا من خلال فيلم بروسلي دخول التنين. وبعد وفاة بروسلي تلاشت شهرته تماما ولم يسمع عنه أحد، والسبب في ذلك كون بروسلي كان يتدخل في اختيار خصومه في الفيلم، ويعلم تماما إمكانياتهم وطاقتهم، فيقوم بتوجيه تلك الطاقة والإمكانية في الفيلم ليصنع أسطورة اسمها بولو يونغ. ثالثا جاكي تشان، الغني عن التعريف، فهو المخرج والممثل والمغني وممارس للكونفو والأسلوب معلم السكران. بدأ جاكي تشان بعشقه للتمثيل عندما كان كومباس في فيلم مع بروسلي، ووجه بروسلي لجاكي تشان ضربة قوية جدا في أحد الأفلام، لدرجة أن جاكي تشان أحس بألم قوي جدا، فركض إليه بروسلي واعتذر وقال: أنا آسف جدا، ما اسمك أيها الشاب؟ فرد عليه: اسمي جاكي. وبعدها ذهب بروسلي ليتحدث مع مخرج الحركات القتالية، وطلب منه أن يكون جاكي تشان في كثير من المشاهد. ففرح جاكي تشان كثيرا، وبدأ عشقه لبروسلي يحفزه على التمثيل في الأدوار القتالية. لذلك شاهدنا أسطورة اسمها جاكي تشان والسبب بروسلي. ترقبوا أعزائي المشاهدين المزيد من الوقائع والحقائق عن بروسلي في قناة